السلام عليكم. في هذا الدرس راح ناخذ تأثير جديد وهو دروب شادو. الدروب شادو هو عبارة عن الظل. أنا كيف ممكن أعمل ظل لأي عنصر أو أي تكست موجود عندي في الجافا اف اكس. هنيجي نعرف كيف أنا ممكن أعمل شادو. حاجة أقول له دروب شادو، دروب شادو، دروب شادو، تمام؟ طبعا موجود في الجافا اف اكس، بجمع دي اس ويساوي نيو الدروب شادو. دروب شادو في عندي كونستركتور بياخد فاضي، في عندي كونستركتور بياخد تاني بياخد radius بياخد color، في عندي كونستركتور بياخد اللي هو radius بياخد offset x قديش قديش على x، وقديش والباميتر التالي قديش قديش على y، وفي عندي اخر شي بياخد اللي هو ايش الكلر. في عندي الباميتر الكونستركتور الرابع بياخد اللي هو مجموعة من البارامترات. ان الباميتر الاول بياخد اللي هو الشادو اللي احنا الضباب اللي احنا تعلمناه في الدروس السابقة. في عندي بياخد الكلر، في عندي بياخد الرادياس، في عندي بياخد السبريد اللي هو الانتشار، في عندي بياخد الاوفسيت الاكس والاوفسيت واي. طبعا انت تختار اللي بدك اياه، انت ممكن تختار شو ولا حاجة وتعمله عن طريق دوال، او ممكن تختاره مباشرة. انا بدي اختار مثلا هذا، تمام، اللي هو مثلا احدد له اللي هو الرادياس. الرادياس مثلا خلي لي 5. حاجة اقول له الكلر مثلا بدي اياه، طبعا شوف الكلر هذا مثلا الكلر هذا شو هو لونه، لون مثلا ازرق سماوي، تمام. طبعا اللون اللي عندي اللي هو ايش لونه، لون التكست لونه احمر. طيب بضيف عليه الشادو او الافكت، بقوله دي دوت سيت افكت، تمام، سيت افكت، بدي ايش اللي هي الدي اس. حاجي اعمل ران وحشوف ايش اللي صار عندي، تمام. حلاقي انه عندي هاي النص وتحتيه في عندي ظل، الظل تبعه باللون اللي هو الازرق سماوي زي ما انتم شايفين. طبعا ممكن يكون عندي اللي هو عشان مش واضح، بس لكن زي ما انتم شايفين انه عندي في حرف الام يعني كل حرف بلاقي عليه شادو يعني من الحواف كله. طيب لو انا بدي اعمل له ازاحه للاكس، على ازاحه الاكس لليمين، تمام. طبعا هو ازاحه الاكس الاوفست اكس بيزيح لليمين. طيب حاجه اقول له بس خليني اغير اللون، مثلا اللون مثلا خلي لي اللون البلو الازرق، تمام. طيب حاجه اقول له الدي اس دوت سيت اوفست مثلا اعمل لي ازاحه 10، تمام. فقلت لما ازيحه ازاحه 10 حتلاحظ انه في عندي ازاحه، شايفين كيف؟ طبعا كمان اللون الازرق مش مناسب، بس لكن انه شايفين انه صار في ازاحه، شايفين الدي هي الدي هان، والازاحه تبعته مشت لعند 10، هي هنا الدي اللي هو الشادو الظل، يعني ايش اتحرك بمقدار 10 باتجاه الاكس. ممكن خلي هنا ايش اللي هو جرين، او مثلا بلاك، خليها ايش اسود، تمام. طيب ممكن اعمل دي اس دوت سيت اوف سيت لمين للواي، خليه مثلا ايش 10، او مثلا خلي لي 50، تمام. قلت لما اقول له 50 حينزل لي 50 درجة لتحت، بس مين؟ الشادو اللي حينزل، تمام، بهذا الشكل حينزل الشادو بدرجة 50. طيب ممكن كمان ايش اقول له دي اس دوت سيت هايت، احدد الطول تبع الشادو، مثلا اقول له 100، لو حطيت له 100 هلاقي انه الشادو طوله صار ايش؟ صار 100، تمام. يعني انا بكتف الارقام عشان تلاحظ انه صار ايش الشادو تبعه 100. طبعا لكن 100 هي مش مناسبة، طبعا انت بتغيرها حسب ما بدك. في عندي ايش الويدث، الويدث ايضا مثلا بقول له 50، هيكون اللي هو الويدث تبعه العرض 50، تمام، بهذا الشكل، شايفين كيف؟ طيب طبعا في عندي كمان اللي هو السبريد، كيف ممكن اعمل الانتشار. السبريد هو بيبدا من وين؟ بيبدا من 0 ل 1، طبعا اللي هو الديفولت هيكون 0، تمام، الديفولت هيكون اللي هو الزيرو، تمام، يعني مش هيكون في انتشار. طيب لكن لو انا بدي اعمل في انتشار ايش حاجه اسوي؟ مثلا بقول له 0.2، 0.2 حتلاقي انه ايش؟ انه صار في انتشار في الشادو بهذا الشكل، تمام، يعني صار ايش؟ صار مثلا زي بولد، تمام، انتشر. طيب لو مسحت هنا هذه ونشوف كده يعني الشكل عندي. طبعا انت ممكن حسب تظبطه حسب ما بدك. ايش في عندي؟ طيب في عندي دي اس دوت سيت، حكينا عن الكلر، حكيناش عن البلوير تايب. انا ممكن ايش في عندي اللي البلوير تايب، في عندي محدد، في عندي هنا الجايزن، في عندي الون بيس بوكس، في عندي الثري بيس بوكس، في عندي التو بيس بوكس. طبعا هدول يعني انت ممكن تجربهم، يعني انا ما جربتهمش قبل كده لان ما استخدمش اللي هو البلوير تايب في الشادو. طبعا انت ممكن تستخدمهم حسب انت ايش بدك، تمام. هذا هو بالنسبه للدوب شادو. الدوب شادو اللي بيعمل لك ايش؟ ظل اسفل اللي هو النص. انت ممكن تعمل له اوفسيت اكس، اوفسيت واي، وتحدد له الرادياس، تحدد له اللي هو الكلر، تحدد له بلوير تايب، تحدد له السبريد الانتشار والى اخره. نشوفكم الاسبوع القادم، والسلام عليكم.